أعتبره واحدا من أبرز ما قرأته منذ وعيت الرسالة، أو عفوا منذ وعيت الرواية، وأسلمت راضية لتناسب الأحداث وتعاقب الفصول خيالي. وقد عهدت أستاذنا مربيا أديبا حصيفا يعطي القوس باليها ويريد النوق مواردها، غير أن عجلي وخيرتي من واعز سول له أن ينزلني منزلا حاتدا لا أدعيه، وأن يفسح لي مجالا في حضرة هامات شماء أوقفت على التحصيل العلمي والأكاديمي والإبداع الرسالي عمرا عريضا مديدا. والحال أن بضاعتي من النقد والتحليل مزجات، وزوادتي الأكاديمية مملقة لا شعر يثريها ولا نصر يبهيها. فاقبلوا تكرما أساتذتي ويا حضورا كريما ثرثرة قارئة بسيطة تتطلع إلى فك رموز النص وسبر أغوار المعاني. حالها كحال النسناس بروايتنا، إذ ألفى نفسه متشبثا بقرني من الطاح أسير الخوف والضلال، حتى إذا استأنس وذهب عنه الروع انطلق لسانه مهذارا وقد سلي التأدب والاعتذار. فالعذر منكم أولا، واقبلوا وتجاوزوا عن هناتي ثانيا. نعود إلى درة كشفت من كرم لنا حجبها في زمن الضحايا، في زمن أضحت الرواية دابة من لا مطية له مركبا يسير المنال، يتمايل من الغث قبل السمين، ويعجب شؤجؤه إذ يقتحم العباب من زبد على سطحه مائرا متعاظما، ثم ما يفتأ يخسأ منكمشا تحت وهاج شمس الإبعاد الإبداع الممحصة، تتلقف الغتاء تسهره ليتبدع عوار الأوكح فيذهب جفاء، ويصفو كوجه الصبح التبر بهجة للناظرين. كذلك باقة من الأعمال الأدبية التي تفرض بنفسها خط سير مختلف، مهموم بجوهر الإنسان مسكون بدروب الخلاص، فتتخطى الحدود وتكسر القوالب الجامدة، تنتصب منارات هادية أو تنفجر ظلالا رقراقا، يمتح منها الفكر والأدب الإنساني ما يروي صداة السؤال ويطفئ حرة الهم. وإني لا أحسب أننا اليوم في حضرة زهرة فواحة بهية الشكل، ضائعة العطر، رائقة الرحيق، بديعة البيان، يهتدي إليها النحل فيهدي البشر شفاء ودواء. نتصفح اليوم رواية نحت تفاصيلها يراعي رسالي بحرص طبيب يتعقب النبض مصغيا لأنين الشغف، وأنات مرب أريب يعشق السؤال يشهره في وجه العادة والبلادة أو التبدد، فيرج به راكدا ويحاور فكرا ناقدا، ثم يشهره في وجه التلبيس والتدليس حساما باترا، حتى إذا حمي الوطيس وطار النقع واضطرم الثوار أخذنا الكاتب برفق المرابي إلى شرفة الأطلس. عندها في مكان يمتص الغضب، أو في شرفة تمتص غضب الأطلس، فيستحيل بحر الظلمات رذاذا وسلاما يلاطف الأرواح المتعبة والأحلام المسدودة المنهكة. يحملنا عبر الصفحة الهادئة إلى المدى، إلى حلاوة الارتكان، إلى كف الباري تقيل العثار وتكشف الأسرار. الرواية زاخمة زاخرة بالاقتباسات القرآنية وبالهدي الرباني، كأنما هي واحة لا نفتأ نجد فيها متكأ وملاذا يرطب الأرواح و يهدي الأمل في أحلك الظروف. إذا ذلك أن ثورة السؤال تحتاج هدأة
كذلك الشرود أو كتلك العزلة التي اختبرها مضطرا بغير مظلم نطاح أكرم اختار الفداء نهجا يحيي به الإنسان. النطاح شخصية قسمت البشر الرواية، فالرواية قسمت شطرين، شطرها الأول بشري حياتي يقيس تقلبات البشر وتموجاتهم، والثاني بطله كبش أكرم اختار أن يسير على نهج كبش إسماعيل، لا أن يكون يعني أداة للتسلية أو أداة للترفيه، وإنما اختار الأصعب فصعد إليه واقتحم الصعب. إذن رواية اليوم هي حالة وعي وثورة لب يتحرى بلادة الإنسان من رحم الانحطاط وقذارة التردد، يتعقد انبعاث القيم وتدفق المعاني من عتمة التيه، ينشد الانعتاق رغم تمكن الأسر من الأيدي والأعناق، هي رج عنيف وترق متسارع يشد لب القارئ منذ الوهلة الأولى، تسائل مدفة محتفية بكبش أكرم منتصب القامة مرفوعة أو منتصب القامة مرفوع الهام مهندما يعبر الآجام واثقا للخطو قاصدا، فلا تعرف وأنت تقص في الصورة وهو من يتلبس بالآخر، الإنسان تلبس بالحيوان أم أن الحيوان هو الذي اختار نهج الإنسان فتلبس به واختفى أثره. هذه الدهشة الأولى تحاصر القارئ فيدفع الدفة حتى إذا انفرجت صار النهل متاحا والاغتراف كذلك، فالنص نصان والحكاية نتان تؤكد مدخلهما عتبات تحمل القارئ في يسر فيتفكه خطوب فندانيات تقلب صفحة فاثنتين وثالثة يجد نفسه ولما تتبدى تباشير الفصل الأول بعد، وهذا أمر كما قلنا ليس مألوفا أن يفجر الكاتب أقوى المشاهد قبل الفصل الأول، هذا أمر جديد إذن وغير متداول. إذن قلنا يجد القارئ نفسه ولما تتبدى تباشير الفصل الأول أمام رضيع مسلوب الميلاد مبتهل الآدمي عال تماما، عند مطرح النفايات تحاصره أنياب ضارية متحفزة للنهش ومثقل فضولية متلصصة متفحصة ترقب في حياد المستلم نهاية المشهد المولع. أن يقف البشري أمام كارثة إنسانية ويضم إليه يديه في حياد تام منتظرا مصير الرضيع، أهل أنياب الضوال أم أن رحمة إلهية تتضاربه، فتلك علامة تأتيه علامة موت الإنسان. إذن هي لحظة مزلزلة تتساوى فيها الحيوانية والإنسانية الناقصة إلى أسفل سافله، توقع انهيار الإنسان، تتشابك فيها روح الحياة الإنسان ومجاهيل الأجل يتطابقان لولا تأثير اللسان الذي ميز الله تعالى به الإنسان عن الحيوان، فيصبح الفرق بين ذلك الحيوان الذي يعيش غريزته والإنسان المكرم لسان يختار المفردات ويسبقها. إذن تعلن هذه اللحظة فجوة في الزمن الروحي يستأسد فيها الطير، يجيش جيوش المادة والشهوة والنفعية ثم يشن حربه الشعواء، حرب يصطلي بها شخوص الحكاية في شقها البشري ولا يأمن مكرها وحوش البرية، فتنصب الأوتان ويقتصم بالأزلام
يتخذون للحاء مصوحا ومن الحاشية مصوخا ويتمسح الساسة بتماسيح فطرت فطرتها الفتح سدا للرمق متغافلين عن أخرى تتكاثر تحت الجلد في زوايا المؤسسات العامة وبين ثلة من أهل التربية ممن فضل الاضطرار على سمو الاختيار فسار للهواة مداسا ويتلبث المربي والحال ضياع والحال استلام رفقائه القدامى وصحبة دربه من تقاسم معه الهم وحلم بالغد الأفضل يتلفت المربي فلا يجد سبيلا للخلاص إلا مقاما في دائر الحتم مقام لا يهدى ولا يمنح بل يستحق ويسعى بطلبه حتيتا اختراقا للآجال وصعودا نحو القمم واقتحاما ومقارعة للأهوال طريق شقه الخليل عليه الصلاة والسلام سؤالا وحجاجا وضربا بالأرض وتضحية للولد ليكون الجزاء فداء ذا المقام الفداء الذي انبرى له الأقرن ليس مقاما هينا إذا هو سعي على بصيرة لا تيه فيه ولا تخبط وهذا ما يجعل روايتنا تبصرة لذي بصر وبصيرة هدي يحمله المربي في الخافق وفي ثنايا الروح تختلف منه السيدة الزهرة يترع منه شخوص الرواية بقدر قربه وتقربه يستهدف به الأقرن النطاح في درب الفداء يغذق منه على النسناس وعلى مالك الحزين ليتأجج الصراع بعيدا عن تفاصيل المكان وقيد الزمن طب المكان لا نجد له متسعا داخل الرواية تفاصيله ملامحه وكذلك الزمن نعلم أن الزمن ربيع متقدم لكن التفاصيل لا يعير لها الكاتب مجالا متسعا فمتى تحققت شروط الفداء وجب زمن وما تتحقق شروط الاقتباس من المعجزة وجب زمنها بغض النظر عن المكان وعن الأشخاص وتستمر رحلة الحيوان صعودا وعادة البشري المغتال الميلاد إلى الغاب تفكرا وتدبرا وبحثا عن البداية ليكون اللقاء بهيجا فانتازيا تعلي الخناس فيتمدى للعالم يتصيده كبش فدائي أخفى قرنيه للمعركة الأنبل والقتال الأشرس كبش الفدائي هذا تعرض لأهوال شمق لكن لم نره يناطف الحيوانات أو يستخدم قرنيه كي يدفع الصخرة التي أوصدت عليه منافذ النور قرنه استخدمهما في اللحظة الأخيرة عندما نازل الظلم سرفا والفساد سرفا والانحلال متبجحا متبديا للعالم هو صراع وإن كان زمانه ربيعا عجولا مستخدما كما قلنا فإن مكانه خارطة منديدة تنطق الضاد يتصارع على رقعتها الداعمي والسياسي أو لعلهما يتبادلان القبعات والمطر يعامل في أفيائها العلم والفساد ويخنق الإنسان حتى إذا أخذ طبعا الكاتب بيد القارئ إلى جغرافيا محددة كانت لجة هادئة نحط على صفحاتها كنوارس تبتل تطعم لكنها لا تغرق فيلتقط القارئ العربي أنفاسه يلملم خيوط روايته الخاصة يبحث في محيطه في معيشه في ظروفه يقص تقاطع خافته ودروب البشر يبحث عن نفسه بين قوافل الفداء المغرية كلنا يبحث عن مكان فيها إذا القارئ هناك يعني فجوة يطرح السؤال
إذا كي أخذ في الختام بهذه الرواية نجح الأستاذ حداد في رسم ملامح الإنسان ونكت سويدائه مستندا إلى فصيح البيان وجميل اللغة يداوي تلميحا مسترشدا بالقصة القرآنية وبالسياق حتى إذا دارت الشمس دورتها وأزف قرص الرواية على الانغماس في لجة متوهجة من عزم وحقق انتقل الكاتب شأن رجل التربية والتعليم إلى التصريح إلى التنبيه وضع الخلاصات بدقة من يرمي الأهزعة الأخيرة على بصيرته فيصيب ثم يعود لحيه القديم لحي عرف شبابه الأول مفتشا بين أوراقه القديمة عن سؤال الذات والوجهة والجدوى عن التربية والإصلاح وعن قصة رضيعه مسلوب القماط مغتال بالميلاد قذف به إلى القمامة ذات فجوة